يسحق فاركو بثلاثية نظيفة ويتربع على قمة الدوري منفردا. كابتن شريف ألف مبروك، نادي الأهلي يعود تاني للصدارة وثلاثية رقم 11 لمستر كولر مع النادي الأهلي. مبروك. الله يبارك فيك. الشناوي لاعب فاركو الشوط الثاني، والخبرات الأهلاوية عملت الأفضلية في المباراة كلها. أنا قلت لك من قبل الماتش ما تتوسمش في رمضان انك انت هتشوف كوره طبيعيه او شكل واضح جدا ان في حاله اجهاد على الفرق، يعني مش فرقه الاهلي بس، كل الفرق اللي بتلعب في رمضان حاله الصيام طول اليوم، ورجعت انك انت بتفطر وبعدين تستعد انك انت هتعمل مجهود في ضغط عصبي ودوافع ليك انك انت خاصه الفرق الكبيره بيبقى مصحوب بالاصابات، خد بالك مصحوب بخواطر اللعب والاحتكاكات، واللعيبه ما بيبقاش فريش قوي انه يقدر يتفادى دخول جامد عليه، او وديك شفت كل كره نلاقي اثنين ثلاثه بيقعوا من الفرقتين، اي لمسه بتحصل خبطه في الانكل، حصلت كريستو في اول المباراه مرتين حصل له التواء، فاللعيب هو فريش خدت بالك، دي لو في توفيق وفي مباراه ماشيه عاديه هتبقى الحكايه في حته تانية. اللي انا قلت لك عليه قبل برضو التمرين المباراه في الاستوديو في اول ما دخلنا قلت لك ايه، في فرق بتكسب 2-0 وبنبص بيرجعوا 2-2 وبيرجعوا 3-2، فاركو عمل كده مع اتحاد اسكندريه على أيوة فكره. لا بس فاركو كان كسبان 3-0 والاتحاد في اخر الوقت الضايع يبقى الاتحاد رجع مع فاركو سوري وعمل الكامباك ده وكان ممكن يبقى 3-3. أيوة كويس، يعني الفرق عندها لعيبه تقدر يعني تعمل لهم امتياز او بس خلي بالك افضليه وكده. خلي بالك يا كابتن شريف، النادي الاهلي لعب مع بيراميدز من 3 ايام، انا عارف وصل لاكسترا تايم وقت اضافي، والله انا معاك فالضغوط كتير، الماتشات كتير طبعاً. المسابقات اللي بيلعب فيها النادي الاهلي الفتره الاخيره كتير، الماتشات كتير جدا في فتره قصيره جدا. ده انت عندك للاسف الرابطه عامله لنا ماتش بعد بكره في اسكندريه مع سموحه. بص عشان كده كل دي ضغوط على لعيبه النادي الاهلي، عشان كده انت النادي الاهلي بيتمايل سموحه غلب 3 النهارده. عايزين لعيبه تتغير وتنزل، عايز تتفرج على كاندوسي وعايز تتفرج على كريستو، فمفيش يعني مفيش وقت غير كده، يعني انت زي ما انت قلت لي دول خارجين لسه من 3 ايام او من ماتشين من نهائي كاس. ايوه ضغوط واعصاب وماتش رايح جاي ووقت اضافي ده وقت، اديك قلت انت كفايه وقت اضافي، فكان لازم يلعب باللعيبه اللي هي بقت سيمي شفا، يعني استشفى زي متولي كده، لان طلبت قلت لك يا رب يطلع سليم من المباراه ما يحصلش عليه ضغوط ويسهل الدنيا كلها، ونزل طاهر محمد طاهر برضو هيتكلم هو عنها. طبيعي جدا انك انت تدي السولية يحس بالملعب تاني وكهربا، انما اللعيبه كلها عمليه اجهاد واضحه جدا الشوط الثاني، بتروح للجون مرتين، حتى محمد شريف حبيب اسامه رقص الواد اسامه الراجل وراح على ال 18 ودخل لغايه جوه، ده لو مش عنده ارهاق وكمان ده كان راح بيها لغايه الجون ورقص الجون وجاب جون، ده هو بيدور على حد يجي الناحيه الثانيه بس عشان يروح عاملها له سليمه، اللي جاي له كمان ايه مش مسهل عليه المهمه، ده هم خطوتين وانت عارف وانت كنت في المكان ده تلعب كويس جدا، هياخد خطوات حاسس تغييرات هي دي بس اللي مش فاهمها يعني. انا مش عارف اللي حصل النهارده ده في التغييرات ده واللي ده بيديك لعيبه احنا شفناها النهارده تقدر تحط فرقه برضو يوم الاثنين تجهيزا بقى للفرقه بتاعت يوم الجمعه، ما عندكش قلق في اي حاجه، انت المشكله معاك معايا فرقه ازاي تجيب الجون الاولاني. صحيح. زمام الامور بقى بتبقى في ايدك كلها، جت بقى ضربه ثابته، جت من عرضيه، جت من شوطه، ما انت جايب شوط جون حلو قوي النهارده كندوسي وحظك بيقولوا جه في كعب حسين الشحات وبيك. ف باذن الله يوم الاثنين يكون الاداء افضل كويس، واللعيبه اللي هي عندها استشفى تريح تريح الدوري العام. صحيح، دي نقطه يعني ايه متفقين عليها ونخليها على جنب. انت النهارده 3 نقاط كسبتهم الشوط الاول بس، 3 نقاط انت حسمت المباراه كلها الشوط الاول 2-0. بسم الله، اهلا وسهلا بيكم متابعي قناه اكسترا كوره. طبعا كلنا منتظرين النهارده هيكون في ماتش تاريخي بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز لكأس مصر. لو جينا للفنيات من وجهة نظري ان الكفة بتاعت الاهلي هي الارجح،
بالذات ان كولر بيلعب في نص الملعب بالثلاثه اللي هم عمرو السوليه ومروان عطيه وحمدي فتحي، يقدر يقفل كويس في الفتره اللي فاتت، محقق نتائج كويسه جدا سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. طبعا بالنسبه للمباراه الاخيره الدوري 3-0 واللي قبلها في دوري ابطال افريقيا 3-0، فدي هتدي حافز جدا للعيبه ان هم يقدروا يفوزوا بالمباراه ويتوجوا بكاس مصر. طبعا لحد دلوقتي بيراميدز هيبقى عنده ضغوطات بسبب تصريحات مجلس الاداره او الاستاذ سالم الشمسي اللي هو مالك بيراميدز، ان هو هدد ان هو يسحب استثماراته في مصر، فده يعتبر هيبقى عامل ضغط على اللعيبه. طبعا بالنسبه لنادي بيراميدز هو اللي هيكون اخطر في الفرقه عامه هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد طبعا مفتاح لعب كويس جدا لنادي بيراميدز، يعتبر 60% من اداء نادي بيراميدز. لو عبد الله السعيد في حالته هيقدر يفرق كتير مع نادي بيراميدز، لكن لو عبد الله لم يوفق او مش هيكون في حالته، او كولر يقدر يقفل مفاتيح اللعب او يقدر يسيطر على عبد الله سعيد، فده هيكون قلل الخطوره من نادي بيراميدز بنسبه تتعدى 50%، ويقدر الاهلي يقدر يسيطر. طبعا ان شاء الله باذن الله هيقدر يبقى فيه نجوم كتيره رغم التالق الاخير بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، منهم محمود عبد المنعم كهربا، وكلنا شفنا الأداء اللي راجع بيه بعد انتهاء مدة الإيقاف. طبعا لاعب بيفرق كتير جدا في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، وأيضا حسين الشحات مفتاح لعب كويس جدا بالنسبة للنادي الأهلي. حسين الشحات غالبا هو اللي هيبدأ في مكان أحمد عبد القادر، لأن في أنباء بتقول إن أحمد عبد القادر مصاب بشد في العضلة، وده هيغيب عن مباراة بكرة، فهيحط حسين الشحات مكانه. طبعا هيكون في اليمين هيكون بيرسي تاو، وفي رأس الحربة هيكون كهربا، تحتهم طبعا هيبقى قفشة، أو زي ما قلنا هيبقى عمرو السولية ومروان عطية وحمدي فتحي. وطبعا الدفاع زي ما احنا عارفين عبد المنعم متولي لو جاهز، علي معلول، محمد هاني. طبعا في حراسة المرمى هيكون ان شاء الله محمد الشناوي. طبعا بالنسبة لو جينا نحللها فنيا او اداء مين اللي هيكون مسيطر، طبعا هيبقى الحافز بالنسبة للنادي الاهلي هيبقى كبير جدا، وكلنا عارفين طبعا ان كرة القدم لازم يكون فيه توفيق، ربنا يكرم ان شاء الله ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي، يقدر يحقق نتيجة كويسة ويقدر يفوز ويبسط جماهيره بالنسبة للبطولة دي. طبعا هيكون برضو الجماهير ليهم دافع خاص بالنسبة للعيبة، تشجيعهم مؤازرتهم للعيبة هيكون دافع للعيبة، إن شاء الله هيكونوا على قدر المسؤولية يقدروا يحققوا للنادي الأهلي عايزه. برضه بالنسبة من الناحية التانية بالنسبة لبيراميدز طبعا هيغيب مصطفى فتحي